بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في الفيديو الثاني في الشرح ديال الابستراكت وشنا هي ان كلاس ابستراكت وميثود ابستراكت. اليوم غنديرو ان دوزيام اكزامبل وغنوضحو بعض الامور اللي ما شرحناش في الفيديو السابق على شكل نقاط غنديرها في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. انا كري دي كلاس الاولى اونتيتي جوور انمي ارم وهاد لي 3 كلاس هادو كيمثلو ليا دي زونتيتي في لو جو ديالي. كل لعبه كيكونوا فيها دي زونتيتي وهاد لي زونتيتي يمكن يكونوا سواء اللاعب اللي كتلعب به الانمي ديالك العدو ديالك والسلاح اللي كتستعمل ويمكن يكونوا مسائل اخرى. اذا غنجي نسول راسي شنو لا ميثود اللي غتكون عند هاد لي زونتيتي كاملين. تخيل عندك ان جو خصك ترسم هاد لي زونتيتي في ليكرون. اذا في هاد لي زونتيتي كاملين خصك تكون عندك اون ميثود ديسيني. غنجي لونتيتي هنايا وغنكري اون ميثود ديسيني دونك بوبليك فويد ديسيني. وبحال الفيديو اللي داز غير كنكريها كنطيح في واحد المشكل شنا هي هاد لونتيتي اللي غنكريها انا ما عارفش مبدئيا. اذا مادام ما عارفش هاد لونتيتي اللي غنكري اللي غنرسمها فخصني هاد لا ميثود تكون ابستراكت. فغنجي نحيد لو كور ديال لا ميثود هنايا وندير بوان فيغول. اذا درت لا ديكلاراسيون ديال لا ميثود بدون ما ندير لها لا ديفينيسيون. درت لا ديكلاراسيون ديال الميثود بلا ما درت لها لو كور ديالها. اون فوا كدير كوم سا كيدير لك ايغور وفوق منها ميسين ميثود بادي او ديكلار ابستراكت. شو عطاك جوج ديال الاختيارات قالك يا اما دير لو كور ديال لا ميثود يا اما رجعها ابستراكت. ميمكنش تخليها كوم سا يا اما رجعها ابستراكت يا اما زيد لها لو كور ديالها. فحنا بغينا نرجعها قلنا ابستراكت فغنجي ندير ابستراكت هنايا. غير كديرها كتبان لك اينيرو اخرى لي زيرو مكيتقاداوش تبقى تابعهم. الا وقفت فوق لونتيتي هنايا اش كتقول لك؟ كتقول لك اونتيتي از نوت ابستراكت وانت داير فيها اون ميثود ابستراكت. اذا خصني رجعتها هادي ابستراكت. دابا غنجي ندير ليغيتاج هاد ديك راس كاملين غيورتو من اونتيتي. غنجي هنايا اكستندز اونتيتي نكوبي هاد لالين هادي كونترول سي لا ميم شوز في الانمي لا ميم شوز في لارم. الو وكتلاحظو الحمولية عاوتاني علاش؟ قلنا اون فوا كدير ليغيتاج من اون كلاس ابستراكت اللي فيها اون ميثود ابستراكت فضروري ما تامبليمونتي لي ميثود ابستراكت اللي كاينين فيها. ضروري ما دير لا ريفينيسيون ديال هاد لا ميثود هادي. اذا غنجي هنايا فوق ليغور الت اونتري امبليمنت اول ابستراكت ميثود صافي كيزكاع ليا نحيد هاد لو كور غادي ما نحتاجوش. لا ميم شوز في الانمي الت اونتري نحيد لو كور نجي لارم الت اونتري امبليمنت اول ابستراكت ميثود نحيد لو كور. كتلاحظو ها هو زكاع ليا في لي زيغور كاملين. الوغ وغنجي وغندير ان ميساج هنايا كيبين بان رسم الجو. حنا ما رسموش الجو بطبيعة الحال ما كنكريبش ان جو هنايا ولكن غندير ان ميساج بان الجو راه ترسم. فغندي سيستيم بوان الف بوان بلان بلان لو جوور اي ديسيني ونكوبي هاد لا لين هادي كونترول سي ونجي لانمي كونترول في وهنا لانمي اي ديسيني لانمي لارم عاوتاني كونترول في نجي هنايا لارم اي ديسيني. او غنجي دابا نكري لا ميثود مين غنجي مثلا لونتيتي هنايا ونكري لا ميثود مين هنايا. كان بامكاني نديرها في اونتخ كلاس وبامكاني نديرها حتى هنا الا بغيت وغنكري دي زوبجي من لي سو كلاس ديالي. فجوور جي ايتيكالا نيو جوور افيكو لا ميم شوز انمي E égale à new enemy. Arme A égale à new arm. On va mettre la méthode dessiner dire un peu plus. Donc G point dessiner E point dessiner et A point dessiner. C'est le programme. Si vous voulez, je connais la classe main. Quand vous voulez, il y a entité. Ok. Ah ouais. Le jour est dessiné, l'ennemi est dessiné, l'arme est dessinée. مزيان. اذا اجدنا تحت الساعة كريينا اون ميثود ابستراكت سميتها ديسيني لان كاع لي زونتيتي غتكون عندهم هاد لا ميثود ديسيني. علاش درناها ابستراكت؟ لان ما عارفينش لو كور ديالها شنو غنديرو فيه مبدئيا. لونتيتي خصني تعرف شنو لونتيتي شنو هي واش جوغ ولا انمي ولا ارم ولا اي حاجة اخرى عاد غنرسمها. مايمكنش ترسم شي حاجة انت ما عارفها شنو هي. جينا لي زونتيتي اللي غيكونوا عندي في لو جو ديالي هو جوغ وانمي وارم ودرنا ليهم ليغيتاج من اونتيتي. اون فوا كديرها كيطلب منك دير لا ريفينيسيون ديال لا ميثود ديسيني كاغ سي اون ميثود ابستراكت.
درناها ودرنا فيها ان ميساج كيقول لي بان هاد لونتيتي راه تصمات هذا اذا كنت تحت الساعه راه واضح. فدابا غنجي وغنخدم بالبوليمورفيزم باش تبان لي الفائده ديال هادشي. دونك غنجي لتحت هنايا وغنكري ان طابلو بوليمورفيك. دونك اري ليست غيكون اري ليست ديال هاد ديال لي زونتيتي اونتيتي وغنسميه ميزونتيتي مثلا ايكالا نيو اري ليست. On fait importer array list. Alors, on va zider les objets ados dans array list d'ici. Mes entités point add. On zider le joueur. Pas virgule. Mes entités point add. L'ennemi à la main. Mes entités point add. L'arme à la main. Et voilà. On a pris notre somme complète. On a semé le book for each. Donc, je vais tout zider les. Les éléments de l'array list ديالي for entité entité فين كاين هاد لي زونتيتي في الاري ليست مي زونتيتي وهنا غندير entité point dessiné. دونك واش محتاج هادو كاملين ان دابا غنصوم باستعمال هاد البوكل فور خدم بروغرام على ميم شوز تو لو جوور اي ديسيني لينمي اي ديسيني لارم اي ديسيني. الوغ شنو الفائده ديال هادشي؟ الفائده ديال هادشي تخيل دابا لو عندك ان جو و جو ما كيكونش فيه اونتيتي قلالين راه كيكون فيه بزاف ديال لي زونتيتي. اونتيتي يمكن كل سلاح يخرج لو جوور كل سلاح كيستعملو كل انمي كيخرج لك وتخيل شحال من انمي غيخرج لك في لو جو تخيل لي جو اللي كتلعبو فيهم شحال من انمي كيخرج لك. فإلا بغيتي تصم كاع لي زونتيتي ديالك ثلاثة السطور داو ديال الخدمة كاملة. أنا كيبان لك الفائدة ديال البوليمورفيزم وتبان لك الفائدة ديال ابستراكت لأن كاين اللي غيسول علاش أنا أصلا محتاج اونتيتي نجي ندير جوور انمي وارم ونجي هنايا ونرسمهم كاملين. وتخيل دابا بغيتي ترسم الجوار وبغيتي ترسم الانمي وبغيتي ترسم الارض كي غدير ليها الا ما استعملتيش ان طابلو بوليمورفيك كوم سا غترسم كل واحد بوحدو. ايوا ولا عندك واحد 20 اونتيتي في لو جو ديالك غتبقى لونتيتي الاولى ديسيني لونتيتي الثانيه ديسيني لونتيتي الثالثه ديسيني اكسيتيرا. الا دابا فاش كرييت اون سوبر كلاس ولا اون كلاس ماكس سميتها اونتيتي يكفي ان هادو يولتو منها. فدابا كنولي نكري ان اري ليست ديال لي زونتيتي وداخلين فيهم جميع لي زونتيتي ديالي سواء كان جوغ او انمي او اغ ونرسمهم بتخوا لين راه كتسهل الخدمه بزاف. بالسيما كلاس ابستراكت ثلاثه ديال السطوره رسمتي لي زونتيتي ديال لو جو ديال كاملين. يكفي انك تكري هاد لا ميثود ديسيني مره وحده في لا كلاس اونتيتي ها هي وتجي دير لامبليمونطاسيون ديالها الكلها واحد من هادو فين بغيتي ترسمو شناهو الشكل اللي غيترسم اكسيتيرا ديال كل اوبجي ونجي هنايا وندير ديسيني وسط لابوك الفور فكيرسم ليا جميع لي زوبجي ديالي. شي حاجه قويه سي ان برانسيب تري بويسون شي حاجه قويه ما تنتابوش حتى تكونوا كتخدموا في دي بروجي حقيقيين ولازم لكم القوه ديالها. مزيان دابا غنجيو ندوزو على لي بوان اللي خصك تكون شديتيهم في ابستراكت في لي ميثود ولي كلاس ابستراكت. Alors, le premier point, une classe abstraite, parce que je dis là, l'instanciation. Mais maintenant, on crée un objet d'une classe abstraite. On va voir. Nocta tania, il a créé une méthode abstraite. Enfin, je dis les classes phi, d'abord, il m'a dit la redéfinition, d'abord, il m'a dit l'implémentation, d'abord, il m'a défini le cordial. Il y a le cordial, mais j'ai défini. D'où vous n'avez pas le mot. لي كلاس في هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اون ميثود ابستراكت ما يمكنش ديرها بريفي. هانتوما لاحظوا الا جيت هنا ودرت بريفي برايفت غايت ستا لوقت فوق منها ايليغال كومبينيشن اوف موديفايرز ابستراكت اند بريفي كيقول لك لي موديفيكاتور اللي دخلتي ليه هنايا ما مقبولينش مع بعضياتهم ما يمكنش تكون بريفي وتكون ابستراكت او ميم طون. علاش؟ لان بريفي كتعني لاكسي من خارج هاد لاكلاس ما مسموحش به. هذا هو معنى بريفي. بريفي يعني هاد لا ميثود هادي ما مسامحينش ليها بلاكسي من برا هاد لاكلاس اونتيتي. وشنو معنى ابستراكت؟ ابستراكت كتعني هاد لا ميثود راه ما كاملاش هنايا فخصك تكملها في لي كلاس اخرين. اذا هادي كتقول لك ممنوع لاكسي وهادي كتقول لك راه غادير لها لا ديفينيسيون في نوتخ كلاس. اذا راه كاين تناقض هنايا علاش ما مسموحش لك دير هنا بريفي. اون جينيرال هادي كنديرها بروتيكتد لان غنستعملها في لي كلاس في ديالها فغندير هنا بروتيكتد. وعقلوا عليها فيما يكون عندك ليغيتاج المسائل اللي غتكون عندك في لا كلاس مير ديالك حاول ديرها بروتيكتد عقلوا عليها
Alors la classe mère est une entité. Il a créé ici des variables, il a protected. Il a créé ici des méthodes, il a protected. Voilà, merci. C'est النقطه الرابعه اذا كانت عندك ان ميثود ابستراكت في لا كلاس فلا كلاس خصها ضروري تكون ابستراكت ما يمكنش تكون عندك ان ميثود ابستراكت ولا كلاس اللي فيها لا ميثود ماشي ابستراكت هادشي غير مسموح به ولكن العكس غير صحيح يمكن تكون لا كلاس ابستراكت ولا ميثود اللي فيها ماشي ابستراكت وها هو المثال ديال لا ميثود مين انتما كتلاحظ لا ميثود هنا مين ماشي ابستراكت وها هي كاينه في لا كلاس اونتيتي اذا اون كلاس ابستراكت يمكن يكون فيها دي ميثود ابستراكت يمكن يكون فيها دي ميثود ماشي ابستراكت بل يمكن جميع لي ميثود اللي كاينين في لا كلاس يكونوا ماشي ابستراكت ولا كلاس تكون ابستراكت او هنا ما غيكون فائده من انك دير لا كلاس ابستراكت ولكن هادشي مسموح به مسموح ان لا كلاس تكون ابستراكت ولي ميثود اللي فيها كاملين ماشي ابستراكت غير هنا ما بقى فائده ان لا كلاس تكون ابستراكت او هكا نكونوا ساينا البرينسيپ ديال ابستراكت ان شاء الله في فيديو جاي دابا ندوزو ان اوتر برينسيپ هو لي زانترفاس كاين واحد التشابه ما بين ابستراكت وما بين انترفاس فغندوزو البرينسيپ ديال لي زانترفاس ان شاء الله في فيديو جاي كنتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم ورحمه الله